Bon, Sam Rudy, يقول s'il y a conspiration. Il n'y a pas de conspiration en Algérie. Mais quand je suis Amara, il y a un استعمار. والاستعمار مش مؤامرة، الاستعمار راهو واقع، واقع مفعول بأيدي خارجية حقيقية عايشة معنا، تستعمل الناس كواجهة لهم باش هما ما ينكشفوش. دركا نحكيو على الميزيرية كسلاح ضد الشعب. نرجعوا للقرون الغابرة لما كانوا يجيو يحاصروا مدينة ولا قلعة، القلعة ولا المدينة محصنة، علاش يديروا لها حصار؟ يديروا لها حصار، يغلقوا عليها الطرق، يغلقوا عليها الإمدادات باش يجوعوا ويعطشوا الناس اللي داخل القلعة ولا داخل المدينة المحصنة. كي يغلب عليهم الجوع والعطش يسلموا مفاتيح المدينة ويسلموا كما نقولوا حنايا بلادهم للعدو اللي جاء. الأمور تطورت لأن الإنسان تطور، بصح الاستراتيجية العامة ما تغيرتش من وقت جنجيس كان لليوم، سي لا ميم شوز، ولا زونتسو ولا اللي حبيته ولا عبر التاريخ. دركا جا النظام هذا قال لك الشعب كاين احتمال انه يثور وتكون ثورة سياسية، في حالة ما اذا كانت ثورة سياسية راح تكون التحرر نتاع الجزائر. الثورة السياسية هي ثورة شعبية مهيكلة عندها قيادة سياسية، عندها مطالب سياسية، لانه كل المشاكل نتاعنا جاية حقيقة من الأزمة السياسية. ما يجيش واحد يكذب عليكم الشعب يقول لكم المشكل نتاعنا اقتصادي، المشكل نتاعنا أزمة مالية، المشكلة نتاعنا البترول طاح، لا، المشكلة نتاعنا سياسة. الأزمة نتاعنا سياسية، شكون اللي عنده مقاليد الحكم؟ كيفاش توصل المقاليد الحكم؟ ما هي المحاسبة الميدانية السياسية للناس اللي عندها مقاليد الحكم في تسير شؤون العامة؟ دونك الأزمة سياسية والحل يكون سياسي، لأن الاقتصاد قرار سياسي، المالية قرار سياسي، التجارة قرار سياسي، الصحة قرار سياسي، الإدوكاسيون التربية والتعليم قرار سياسي، التعليم العالي والبحث العلمي قرار سياسي، كلش قرار سياسي. اليوم نهضر سبيسيالمون على الميزيريا، خلينا من لادروغ، ولادروغ تدخل في إطار الميزيريا، لأنه الميزيريا من الصفات نتاعها أنها تسمح التوسكية كما نقولوا احنا مخدرات وكل ما هو يخلي الإنسان يغيب عقله عن المشاكل الحقيقية تاعه في المجتمع، يزيد يتفشى أكثر، يزيد يغرق أكثر. دونك من وسائل النظام الجريمة في الأحياء، والجريمة في الأحياء الشعبية، واستولاء جماعات كما نقولوا احنا يا إجرامية على الأحياء الشعبية داخلة في سكون أبل تسييس الميزيرية. دونك الميزيرية سياسة، ما يخفاش على الشعب الجزائري، ما يخفاش عليكم بكل كزو صويا الانتريور والانترناسيونال وين حبيتو، بلي لو بوتنسيال ايكونوميك الجيريا برمي ريالمون دو بريتوندر، يعني كوفرير لي بوزوان دو 400-500 مليون دانديفيديو، ماشي 40 مليون. درك نهضروا حاجه، واني سمعت بزاف ناس يطبلوا النظام باسكو يحوسوا على بلايص، يمدوا لكم مغالطات علميه اقتصاديه وماليه كيما علي بايا داك، كيما قالوا لو ام سي وحبس لاكور مع البرلمان الاوروبي. دابور ني تبون نتاعك ني نتوما، نو سوم لي برومي، ماشي لي برومي، الاولين لو اف اف اللي قال لكم غدوة كي تستقل الثورة تو لي كونطرا سون تا ريفوار، ولازم يكونوا غانيون غانيون. دونك ماكش انت السي علي باي اللي راح تعلمها لنا هذه. مثلا كي تروح تحكي على الجباية وتحب تفهم الشعب باللي الجباية وباسك باعوا لي كونطرا لاوروبا، ولا اوروبا ولا المنظمة العالمية للتجارة، سان شونج ريان، انت ما تنتج والو، ما تكسبورتي والو، تو از ان كونسوماتور، تو اكسبورت ثروات
باطنيه وتمبورتي حوايج رايحين للاحتياجات البطنيه، يعني من الباطنيه نتاع الارض للبطنيه نتاع الشعب. بوراتر كلار دونك ما تزيدش تهضروا على دي زاكور دي كونطرا دي شونج كوميرسيو، ما تهضروش، عيب عليكم تهضروا على مبادلات تجاريه وحنا ما عندناش تيسيو اندستريال. علاه ما عندناش تيسيو اندستريال؟ نرجعوا للتاريخ. ويحيى الكلب بن الكلب ولد الكلب عائله الكلاب بالنظام اللي كان فيه. لا بوليتيك اللي داروها لي زونتربريز ناسيونال، الشركات الوطنيه، باش باعوها بالدينار سيمبوليك وباه كسروها اوليو اللي عاودوا يديروا اعاده هيكله، لانه كان عندها بوتنسيال باش تكمل تخدم وتخرج منتوج في المواصفات الدوليه. دونك لازمها اعاده هيكله واعاده تاهيل وكذلك اختيارات في التسيير. ما تبقاش شركه وطنيه، كان لازم ندخلوا فيها الاستثمار الخاص باش تكون شركات بين الخاص وبين الدوله، والخاص يكون جزائري واجنبي، لكن جاب لنا اون فالور اجوتي سور لو بلان تكنولوجيك. كسروا التيسيو اندستريال، واش تنتج الجزائر؟ جي دورانج. زاد شراتو شركه شركه ما عرفش شكون شراها من فرنسا والله ما على باليش، يعني ما يديروا دي مونتاج، سي د لامبورطاسيون كاموفلي، ما يخدموا والو. النظام لي كومبليس، علاه لي كومبليس؟ علاه لي كومبليس؟ تو سامبلومون كاين واري واري هذا جو دوال سوبريمي، مي نقولوا الفقا الفودكا تاع الفقراء اخو، انا مرفه ما نضربش الفودكا، انا كون جو برون دي ليكور طوب دي ليكور ما تعرفهم الا انت لا بويك، سمعش بهم كاع. دونك جو ريفيان او سوجي. دونك الناس اللي قاعده تكذب وكذا، القضيه ماهيش قضيه لي زاكور اللي عندنا مع الاو ام سي ولا عندنا مع لا كوميونيتي اوروبيان ولا عندنا مع قضيه، قضيتنا حنا كالي لا بوليتيك ايكونوميك، ما هي السياسه الاقتصاديه اللي عندنا في البلاد، ما هي السياسه الصناعيه، الى اين تتجه، وش هو دور البنوك في تحفيز الصناعه وفي تمويل كذلك الخاص وكذلك القطاع العام، القطاع العام اللي يحب يستثمر ولا يجيب تكنولوجيات. العالم بكل يستثمر في المواد الموارد البشريه، غير حنا الجزائر بالله غالب ما عندناش دي انجينيور كومبيتون امبورتي ونجيبو دلا كوبيراسيون نشريوها ونديفلوبيو لي انجينيور ولي زونيفرسيتي تاعنا ونديرو ان كولابوراسيون. على بالكم بلي التقرير جاي من هيئه براتيكمون تعتبر تاع الدوله تاع فرنسا هنا، داير هب الفرنسا وهب المارين لوبان وجماعتهم ولي راسيست، قال لهم لازمنا لي ميغراسيون سي اون فو اسيوري ان ديفلوبمون.